قول لي ابو صلاح، انت ايه اللي جايبك معرض عقارات هنا في مدينه نصر؟ والله شركه سيسيليا لاجونز عملت لي ايفنت، يعني ان انا اجي اقف معاهم من اهوت في المعرض. تمام. ايوه، بتعمل ايه بقى وانت قاعد في المعرض؟ بعمل ايه؟ هو الناس اللي بتعمل، مش انا اللي بعمل بقى. الناس عماله تتصور معايا يعني، وعامل جو حلو في المعرض يعني. لسه الناس ما اكتشفوش ان انت شبيه محمد صلاح؟ لا، الموضوع بدا يتعرف شويه خلاص يعني، بعد ما انتشرت مره واثنين فبدا يتعرف خلاص ان في شبيه محمد صلاح. انت تقييمك لمعرض نيكس جلوب السنه ده؟ لا، المعرض حلو، في اقبال يعني. انا ما جيتش معارض قبل كده، بس انا شايف في اقبال في المعرض ده وكويس يعني، ماشي كويس. اكيد يعني. يعني في ناس معاها فلوس تدفع مليون و2 مليون في شقه او في فيلا؟ موجود اكيد.